اخبارنا النهارده الحقيقه الاهلي بيستأنف تدريباته بمحاضره ومران بدني في الجيم. الفريق الاول استأنف مرانه اليوم ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيره، وذلك بعد الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبون لمده 24 ساعه. وبيتسو موسيماني عقد كالعاده الحقيقه محاضره مع اللاعبين قبل انطلاق المران، فيما خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المكثفة في الجيم مع بداية المران. وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة ضمن فقرات المران التي حددها الجهاز الفني. النادي الأهلي سيواجه سموحة غدا في تمام الساعة 4 عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي إن شاء الله يوم 22 ديسمبر في السوبر الإفريقي. بكرة إن شاء الله سيكون هناك مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا للسوبر الإفريقي. ودكتور عفوا دكتور أحمد أبو عبلة بيكشف تطورات إصابة أيمن أشرف. دكتور أحمد عبلة طبيب الفريق قال أنه حرص على الاطمئنان على حالة أيمن أشرف مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب. أوضح أبو عبلة أيضا أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا، بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني. أشار أيضا أبو عبلة إلى أن أيمن أشرف حالته تحسنت، ومن ثم سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة الركبة. دي كل أخبارنا فيما يخص النادي الأهلي.